فيها آراء مفيدة، مفاهيم عديدة، دائما فكرة جديدة على الهوى. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير والبركة، وحياكم الله في برنامج سولف معنا. معكم من الآن وحتى الثانية مستمعينا نستقبل اتصالاتكم وتواصلكم ونقاشاتكم الجميلة حول أمثالنا المطروحة هنا في برنامج سولف معنا. اليوم مثل عماني مستمعينا، ولكن بعد الفاصل بس أذكركم بفريق العمل: عايدة البلوشية، أنس المشيفري، أحمد الحديدي، وفي إخراج الحلقة مستمعينا سيف الجرداني. أخوان الصيادين وليرتاد البحر بصفة دائمة، لما نشوف الأمطار ونشوف الموج هايج، نحن اللي نريد أسماك ونروح على ثاني يوم نتأخر ذاك اليوم ونعذرهم، وقبلها بيوم نقول لإخواننا الصيادين أرجوكم لا تخاطروا، السمك بتحصلوه وإحنا بناكله فقط لما تهدى الأمور. إخواننا الصيادين نرجوكم بعدم نزول البحر إلا بعد ما تتأكدوا من المصادر الرسمية على أن البحر أمان، على أن الأمور طيبة، على أننا بتروحوا تحصلوا رزقكم وترجعوا وتبيعوا وتستفيدوا والناس يأيدوكم على هذا. التزام في كل الحالات فيه الأمان. الالتزام فيه الأمان، الالتزام فيه الأمان، الالتزام سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهواء. سولف معنا. حياكم الله مستمعينا، وإن شاء الله الله يجعلها أمطار خير وبركة، ودائما التصرفات العقلانية والاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة هو خير فعل وسلوك مستمعينا. أيضا من المهم التأكد من المصادر الرسمية وعدم المساهمة في نشر أي خبر من غير مصدر. أولا هذا فيه طبعا يعني ذنب، لأنك خوفت الآخرين، خوفت الناس. ثانيا تصرف غير لائق، والجميل الشخص يكون واعي، ما مجرد مستقبل ويعيد إرسال ما يستقبله من يعني من رسائل من الآخرين. وترى في مثل يقول: بو يشور بعمره يكسد. سولف معنا، نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233. الرسائل النصية القصيرة 90484 90484. سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهواء. سولف معنا. إذن مستمعي
رأينا هذا مثل اليوم، بويشور بعمره يكسد، بمعنى لا تقدم نصيحة ما في مكانها. هذه نصيحة أيضا جميلة من مثل عماني. النصيحة هذه والمثل فيه تنبيه لمعرفة حدودنا في التعامل مع الآخرين بعدم تقديم نصيحة أو شور بدون ما يطلب منا. ليش؟ لأن بالتأكيد لا أحد يلتفت لأي نصيحة إذا ما كانت في موضعها. نستقبل مستمعينا مكالماتكم وأيضا رسائلكم النصية وتغريداتكم على آت جنرال راديو، وتغريدة من محمود الهلالي: مساء الجمال، تحية لأسرة البرنامج ولكل المستمعين، نسأل الله أن يجنب بلادنا الحبيبة الأعاصير وأن يجعلها أمطار خير وبركة. آمين آمين يا محمود، شكرا لك. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساك الله بخير. مساك الله بالنور، كيف حالكم؟ بخير. عنكم خميس بن راشد من علي هناي. يا هلا وسهلا يا خميس، كيف حالك؟ من قرية الخور ولاية السيف. حياك الله يا خميس. أكثر المعروف المواقع 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 يعني. عفوا خميس. نتمنى السلامة إن شاء الله، الأمطار رحمة وبركة إن شاء الله للجميع إن شاء الله. نتمنى السلامة والأمطار رحمة وبركة إن شاء الله. آمين يا رب. آمين. ونتمنى للجميع السلامة إن شاء الله، اللي راح البلد يوصل إلى بلدهم بالسلامة إن شاء الله. الله يحفظ الجميع إن شاء الله. إيه الله يحفظ الجميع إن شاء الله. شكرا لك يا خميس. ومثلك اليوم بشور عمر يكسد صح؟ يكسد نعم. ايوه، وسلامي على الاخوة جميعا، ابو قيصر وابو ناصر المجرفي وابو أبو فيصل الصباحي، ابو فيصل اندابي، وحمد بن راشد، وجميع الاخوة، وعلي الخزمي، وابراهيم البوسعيدي، وجميع الاخوة المتصلين من سواء من السلطنة ولا من دول الخليج العربية، نرحب بهم في كل شيء يعني. شكرا لك يا خميس، تسلم. كل شيء يعني. تسلم. مع السلامة. أنا أعرف خميس براج من علي الهناي. شكرا لك، مع السلامة. أنا أتمنى يكون تركيز مستمعينا في المشاركة حول مثل اليوم بيشور بعمره يكسد. معنا محسن التوبي، مساء الخير. السلام ورحمة الله وبركاته، وقت عائلة. أهلا وسهلا. مساء عليكم ونمسى على جميع المستمعين وطاقم البرنامج. حياك الله يا محسن. اولا نبارك استبشار الامطار ان شاء الله على ارض الوطن، ونتمنى امطار خير وبركه. امين يا رب. ونتمنى من الجميع اخذ الامور من مصدرها والتقيد بالتنبيهات. نعم بالفعل، عشان يكون الانسان المواطن يستمتع والمقيم بهذه الامطار ويجعلها امطار خير وبركه. وما نبغى أي حد يشور علينا من رأسه ويجيب لنا نصايح كذا من رأسه. وسائل الإعلام الآن متواصلة، وسائل الإعلام الحمد لله متاحة الآن بالفعل بجميع أنواعها الحمد لله، ومصادر موثوق بها، والإعلام مهتم بهذا الجانب كثير يعني. نعم. وبو يشور بعمره يكسد، هذا مثل صراحة يدل على أن الإنسان دائما يتواصل مع الناس الذي هم يقدروه ويحترموه ويأخذوا برأيه. نعم. أنت ممكن أيضا يعني تواصلك مع كل الناس في تقدير، في احترام، ممكن الناس هذول يحترموك جدا، ولكن أنت ما مطلوب منك يمكن تعطي نصيحة. بالفعل يعني هو ترى الإنسان دائما نصيحته يلقيها إذا شخص يعني يفهمه ويفهمك، يعني دائما يكون في تقارب من وجهات النظر يعني. نعم. بارك الله فيك. تسلم يا محسن. شكرا لك، مع السلامة. معنا أبو ناصر، وناخذ أبو ناصر. عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا أبو ناصر. عايدة هذا المثل في حديث يقول فيه: من دخل في ما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. نعم، يعني صحيح. نعم بالتأكيد. نعم أيوة، الإنسان هو قول أظن. ايوه اقول يعني قول. نعم نعم. بس الانسان هذا ما يتدخل في اللي ما يخصه، لا يشور على حد يعني، هو بالفعل انه هو انسان ينصح، لكن ينصح ناس يعني يتاكد من انه هذا الشيء يعني ما بيقابل يعني اسف، وينصح في حاله انه كان مطلوب منه في أيوة الموقع يعني موقع يدخل. انت مطلوب منك الان انك تنصح. ايوه ما جايبينك تنصح، ما يتدخل. أيوة. نعم نعم. ونصيحة للأخوة في هذا الجو القادم أن يتقيدوا بالإرشادات من مصادرهم. أحسنت. مثل ما قلت يعني. أحسنت يا أبو ناصر. نعم شكرا شكرا، بارك الله فيك.
نروح مستمعينا للرسائل النصية والتواصل معنا عبر الرسائل النصية على 90484، وأيضا أذكركم بحسابنا في تويتر @generalradio. حياكم الله، نستقبل جميع أشكال التواصل معنا مستمعينا. المهم أنكم فعلا تشاركونا في مثل اليوم. بويشور بعمره يكسد دعوة إلى فرض احترامنا على الآخرين من خلال عدم التدخل ومعرفة حدود التواصل معهم. ناخذ اتصال. السلام عليكم، معنا أبو هلال. مساء الخير أخي. أهلا وسهلا. لو تعيش كبيرين. الحمد لله بخير، الله يسلمك. الله يعافيكم. معك أبو هلال من سلو. يا أهلا وسهلا فيك يا أبو هلال. كيف الأمور؟ الحمد لله تمام. أبو هلال ممكن تثبت بس في مكان معين عشان أقدر أسمعك زين؟ حاليا راك تكلم داخل السيارة. إيه، لأنك مبين أنك في مكان ما في إرسال. إيش مثل اليوم؟ مثل اليوم بويشور بعمره يكسد. إذا حب يوقع ينظر يعني موضوع ينظر الموقف. أبو هلال أنا ما أسمعك يا أبو هلال. أبو آلاء. أبو آلاء. أبو آلاء اليوم إيش المشكلة؟ ما قادرين نسمعك. عندنا هوا خاصة في نجوى الجو غبار يعني. نعم نعم، إن شاء الله أجواء حلوة يا رب، استمتعوا بس. حرارية وهذا، ويعني مثل اليوم ينطبق على الحالة اللي تمر عليها السلطنة. نعم. يعني الإنسان ما قوعق معلومة، قال والله مثلا في الولاية وفي المحافظة الفلانية في غالط وكذا وكذا وكذا. لا، نعم. لازم يعني يأخذ المعلومة من مصدرها. بالفعل نعم، وما حد طالب منك عشان تروح ترسل في الواتساب وحال 100 و200 شخص وفي الجروبات. والله في مكان الفلانية. نعم. أودية وكذا، وصير أنا بخوف الناس. لا، هذا ما طبع يعني. يعني أنا حقيقة في نظري أعتبر إنسان غير مثقف غير واعي. نعم، وأنا أتمنى فعلا من كل متلقي أنه يعني ينظر إلى هذا الشخص بهذا المثل أنه بويشور بعمره يكسد. خليه يكسد، لا تلتفت له، وهذا غير الصور القديمة اللي يجيبها لنا. يعني يعني كما يقول ابن الأولين، إذا حبيت مثلا تغيظ عدوك اسكت عنه. نعم. خليه يثرثر ويقول على ما على إلين شبع من شبع تركه، يعني خلاص هو انغاض. كذلك اليوم. نعم. يعني السلطنة الحين بالعالم الدارية، والحمد لله الأرصاد متطورة وكل شيء متطور، والمعلومة تجينا يعني كل دقائق، وما مقصرين الطاقم لداخل مسمول داخل هذه المديرية. نعم، يعني من يتابع الحالة المدارية أول بأول ويصدروا بيانات وإنذارات. كذلك الإنسان ما يتسرع أنا مفلت من المعلومة، لازم أتأكد يعني بالفعل. حتى ما أصيب الآخرين بقلق. وهذا أحسنت، مبارك إن شاء الله علينا. أشكرك يا أبو علاء. شكرا اختي، مساء الخير. تسلم، بارك الله فيك، مع السلامه. معنا عبد الله العبري. مساء الخير يا عبد الله. الله بالخير. عايده يا اهلا وسهلا، كيف حالك؟ طيبه الحمد لله تمام. الله يعافيك يا اخي. بسالك انه بويشور عمره يكسب. بويشور بعمره يكسد. يكسب. نعم، هو طبعا في مجالات كثيره، يعني ما بس موضوعنا اليوم يعني الحاله المداريه، مجالات كثيره خاصه في الامور الشخصيه. احنا ليش نتدخل مثلا في امور الناس؟ فعلا صحيح. نعطيهم شور يعني. أيوة. هو أيوة. بياخذ بشوري اكيد. لا بالعكس، يعني يستصغر شوري لانه ما طلب مني اصلا. ايوه، الانسان ما هو يتدخل كذا اذا طلبوا منه. نعم، اليوم الحمد لله كما نقول التوعيه موجوده، الثقافه موجوده. نعم. كما نقول الاعلام موجود، الاذاعه موجود، كل شيء الحمد لله موجود. وما نستغنى ترى من شور الاخرين ونصايحهم، نريدها. لكن هل انت مطلوب منك يعني في موقف معين انك تعطي نصيحتك ولا لا؟ لانه ممكن يعني راح تنهان، يعني ممكن يردوا عليك بطريقه ما طيبه. ايوه يا اخي، هانات يرفع كلامك الحاجه. نعم. يعني هل يعني بنفسه هو يقول انا ما طلبوا علي شيء. صح. ما طلبوا اني مثلا احذر حد ولا انصح حد. نعم، فما اتدخل في هذه الامور يعني بنفسي. صح. والانسان مطاي سمع وبصر، كما يقول مثل له الانسان مطاي سمع وبصر. سمع وبصر. نعم ايوه، هذا المهم. شكرا لك، احسنت عليك. تسلم يا عبد الله، حياك الله. شكرا. معنا عبيد السليمي. مساء الخير. راح. حياكم الله مستمعينا في تويتر. يوسف الفارسي، الله لا يقال يا يوسف، الله يحفظنا يحفظ الجميع يا رب. نعم، علي المقيمي أيضا تغريدة يقول حفظ الله الجميع، اللهم آمين.
الكلمة لها قيمتها واحترامها وصداها في حالة أنها طلبت منك، أما مجرد أنك تتدخل أو تدخل في مثل أيضا يقول اللي يدخل عصا في اللي ما يخصه، أو لا تدخل عصك في ما لا يخصك أو ما يخصك، هذا بالتأكيد في ضرر علينا إحنا فيما لو تدخلنا في الآخرين يعني، وما حد طلب منا. ليش؟ لأنه ممكن أنهان، ممكن ما حد يقدرني، ممكن ما حد يلتفت إلي. لذلك في مثل يقول بو يشور بعمره يكسد. خلنا نطلع فاصل مستمعينا ونرجع إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم، رسائلكم، تغريداتكم. حياكم الله. مطر صيف مطر صيف مطر صيف حبيبي شطر مطر صيف عبني وياه من ولا حالي مثل حال باقي الأحبة ولا حالي سواك معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهراً على الهواء. سولف معنا.
عودة لكم مستمعينا وحياكم الله وأهلا وسهلا فيكم في برنامج سالف معانا. كل يوم عندنا مثل ومثل اليوم بيشور بعمره يكسد. أكيد لو تدخلت فيما لا يعنيك وتدخلت في أمور الناس بكلمة بنصيحة وما كان مطلوب منك بالتأكيد ما حد بيقدر هذا الرأي هذه النصيحة ولا حد يلتفت إليك ويمكن راح تحرج نفسك. هذا المثل يعلمنا كيف نكون مهذبين في التواصل مع الآخرين في التعامل معهم وأيضا نعرف حدودنا. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، قاعدة كيف الحال؟ الحمد لله تمام الله يسلمك. أحمد المعمري معك. يا أهلا وسهلا فيك يا أحمد، كيف حالكم؟ طيبين الحمد لله تمام الله يسلمك. في البداية طبعا مثل ما قالوا سبق الأخوان نتمنى إن شاء الله أن تمر هذه الحالة على خير على بلادنا الحبيبة. آمين. وأن يعني نستفيد من الأمطار وأيضا نتعلم من الأخطاء اللي كانت في السابق، يعني لازم نعم عدم الخروج في الأوقات اللي تكون فيها الأمطار غزيرة مثلا أو الرياح قوية، وإن شاء الله تمر على خير. هذا من ناحية. نعم. بخصوص موضوعكم صراحة المثل جميل جدا، وأنا بعد لي وجهة نظر، يعني أنا أخلي الناس، المفروض أخلي الناس تجيني على أساس تأخذ المشورة مني. أحسنت. بأسلوبي بطريقتي بأخلاقي بكل شيء، أما أني أنا مثل ما نقول إحنا يعني يعني أدز بويهي مثلا أو أني يعني أفرض نفسي على الآخرين بحيث أنه يعني حتى لو جاملوني وأخذوا مني المشورة ياخذوا مني المشوره هذه كمجامله لي فقط، مش لي يعني لان مثلا علشان يستفيدوا من مشورتي هذه. نعم. فهذه وجهه نظري بالنسبه للمثل هذا. يعني انت ذكرت يعني نقطه مهمه جدا، ان ليش ما انا اصلا افرض هذا الاحترام على الاخرين من خلال انهم هم اللي يجوا عندي من خلال يمكن علمي معرفتي الواسعه مثلا. بالضبط اختي عايده. اشكرك جدا يا احمد. العفو. تسلم بارك الله فيك. حياكم الله. ناخذ حمد البوسعيدي. مساء الخير. كيف حالكم؟ خير الحمد لله. بخير الله يسلمك. حالكم طيبين الحمد لله بخير ان شاء الله. هذه الحاله تمر بخير ان شاء الله وعافيه، يكون ماشي اعصار ولا في حاجه ان شاء الله. ما في ان شاء الله، ما في ان شاء الله الى الان. يعني هي هذه الحاله مثل ما عرفناها العاصفه المداريه اشوبه. نعم على خير ان شاء الله تمر هذه ان شاء الله يا رب يا رب. وهذا مثلكم اليوم طيب جدا، يعني واحد ياخذ مشوره من الثاني ما يتدخل في موضوع ثاني. يعني بالفعل ما دام ما مطلوب مني ليش اتدخل؟ كذلك. نعم. ويشور بعمره يكسد. نعم ما مفروض يعني. احسنت يا حمد، شكرا جزيلا. تسلم. احسنت. مع السلامه. أعمل تحديث للمرة الأخيرة للرسائل النصية، وإذا ما جتني أي رسالة إذا توقفوا مستمعينا عن إرسال رسائلكم النصية على 90484 ونأسف جدا من الخلل اللي طرأ اليوم. أيضا أروح لتويتر. محمود البلوشي يقول مرحبا، المثل حلو وأنا أهديه حق اللي يتدخلوا في أمور الحالة المدارية الحالية، يعني تدخلوا و في شغل غيرهم وخلوا الأرصاد توصل الخبر للجميع. أكيد. أيضا يعني تغريدة ثانية من محمود البلوشي يقول صاروا خبراء أرصاد معظم الشباب، والأجواء في جزيرة مصيرة روعة وحلوة ومستقرة. أشكرك يا محمود على التواصل معنا عبر تويتر. ومعنا أمن القاسمية. مساء الخير. الله بالخير، كيف حالك عايزك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. مو خبارك؟ كيف حال صحتك؟ الحمد لله أنا بخير، كيف حالك أنت؟ بخير الحمد لله. مو خباركم طيبين؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. كيفكم مع الجو؟ والله يوم أنا جاي الصبح الأجواء كانت حلوة وغيوم. الحمد لله عسى أمطار خير ورحمة إن شاء الله يا رب. آمين يا رب. عسى في الرحمة إن شاء الله يا رب. آمين. اليوم المثل صح إن أبو يشور بعمره يكسب. إيه لأن ما مطلوب منه يشور أصلاً. ما مطلوب مني ولا حد، كيف أدخل عمري شيء ما يعنيني؟ أيوة. يقول لك شهر ما يلف نفقة فيه، لا تعد إلا أيامه. شوف كيف. هي أنا ما طلب مني ذاك الشهر. ما طلب مني. أجي أحاول فلان كذا 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 إلا غيري، لا طلب مني صح.
صح. ولا ما طلب مني اشوفه بعيني واسكت. نعم نعم. ما ترى انا اقول لي بيقول لي انا ما بغيت منك وحبك جايك حايل بعمرك. حالمو انا احرج نفسي. حالمو وانا احرج وذل نفسي. صح. ها؟ نعم. ويقول بوي شور بعمره يكسر. يكسر. نعم يكسر. هذا المثل. أشكرك يا آمنة. أحسنتي الله يخليكم. تسلمي تسلمي عزيزتي. يا رب. آمين يا رب. شكرا. يا الله تنزيل الأمطار علينا وعليكم إن شاء الله خير بركة يا رب. آمين يا رب. أحسنت الله يخليك. مشكورة حبيبتي. شكرا شكرا. معنا أبو قيصر. مساء الخير. السلام عليكم. مساء النور. كيف حالكم؟ الحمد لله تمام. الله يسلمك. الحمد لله. كيف صحتك؟ بخير الحمد لله. يحكم إنسان عقله وحده. يحكم عقله. نعم. مطلوب مني ولا ما مطلوب مني؟ اي صحيح. نعم ممكن انت مطلوب منك اعطي نصيحتك. نعم. اعطي شورك لكن انت شوف احكم بعقلك. نعم. ما تحت رجول حذر بعيد يكون. نعم نعم. وغير اذا كان مصلحته خير زين عن الفتنه ام شيء وهذا بالفعل واللي واقف. صح. كان شيء فتنه ما من هذا جيراني مخالفه حتى اذا هذا ما بغي منك تعرض امنك امرك. صح. ان هذا الصلاح. نعم. نعم. يمكن انت هنا موقفك بالعكس يبين انه مطلوب منك الاصلاح ينتظروا منك الاصلاح. نعم. نعم. احسنت يا ابو قيصر. شكرا لك. مع السلامه. واصل ان شاء الله. مع السلامه. معنا سعيد الهشامي. مساء الخير. الله يسلمك. بالخير. كيف حالك؟ بخير. الحمد لله بخير. الله يسلمك. اللهم يعافيك. يا مرحبا وسهلا. كيف حالك انت؟ بخير الحمد لله. مو الامطار معك من هناك مسقط تو بعده ماشي ماشي هي غيوم بس نوب احنا غيوم ما عندنا. نعم ان شاء الله اجواء حلوه وخير وبركه يا رب ان شاء الله تعالى ان شاء الله. بوشور بعمره يكسد. يكسد بوشور بعمره يكسد طبعا. هي يكسد. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اقام الدوله الاسلاميه على مبدا الشورى. نعم. ولم يعني ينطرد دون أصحابه. نعم. دون استشارة. لأنه نعم. لأنه هو أصلا طلب مشورة الآخرين. نعم. لكن بو ما مطلوب. مو مطلوب لا ما يدخل. لا ليش لا يدخل لأنه يمكن جالس يدخل يعني في حياة الآخرين في أمورهم الشخصية ما ينفع يعني ما حد طلب منك تجي تتدخل في أموري. لا ما بين كده. نعم بين. نعم. بو يدخل نفسه شيء لا يعني. لقي ما لا يرضي. بالفعل. نعم نعم نعم. أحسنت يا سعيد. شكرا. أحسنت. وأسلم على أبو قيصر أبو تو اتصل. تسلم إن شاء الله. واصل وسامعنا. شكرا لك. مع السلامة. أيضا محمود البلوشي النشيط دائما في تويتر يقول من تدخل في ما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. شكرا لك يا محمود. أبو أسامة تغريدة تقول اللهم أزح عن بلادنا عمان كل بلاء يا رب العالمين. اللهم آمين. شكرا لك. معنا راشد. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك يا عايدة؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك يا راشد. كيف حالكم؟ كيف الأجواء معكم؟ الحمد لله تمام. يا شيء أمطار معكم هناك؟ لا ماشي ماشي. كيف الأخبار؟ والله مثالكم اليوم مثالكم زين. شوف وعلى كيف. نعم. حسب ما قالوا الأخوة قبلي. نعم. يعني يقول لا أتدخل في شيء ما يعنيني. نعم صح ولا لا؟ نعم لأنه في هذه الأحوال. أيوة. أنت أصلا ما مطلوب منك أنا مثلا ما أتدخل في أشياء وما تخصني. نعم صحيح. نعم. إذا طلبوا من الإنسان يحتم عقله في أي وقت في أي ظروف. نعم لأن أحيانا يمكن أنت تساهم بكلمة في حياة أحد في مشكلة ربما. صحيح. أنت بعدين يوم تجي تراجع نفسك تقول يا أخي يمكن الكلمة اللي أنا قلتها يمكن هي اللي زودت مشاكله يعني يمكن تحسس. صح. منها. صحيح. لا طبعا هذا شيء حساس يعني في. نعم. كلام زين وفي كلام ما زين يعني. أيوة أحسن. في أسلوب سيدة وفي أسلوب ما سيدة يعني فلا في شيء كلام ما يفيدك أنت ولا يفيد غيرك يسبب. نعم. لك إحراج مع الآخرين. نعم 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 هذا هو المقصود. ولو مع بعض أحد من أقاربك حتى لو مع أحد من أقاربك. نعم صح. يسبب لك إحراج يعني أشياء هذه كثيرة يعني تحدث بعض الأحيان. نعم. ولكن الإنسان يبتعد عنه. صح. أشكرك. هذا. يا راشد. الله يخليك إن شاء الله يطول عمرك وكلكم جميعا إن شاء الله نتمنى لكم الصحة والعافية. وعمرك يا رب. شكرا لك. شكرا جزيلا. أحسنت. مع السلامة.
إذن مستمعينا هذا هو مثل اليوم، بيشور بعمره يكسد. طبعا هنا يعني في بعض الحالات اللي فعلا الواحد ما مطلوب منه أنه يعطي نصيحته، لأن أكيد أصلا إحنا ما نستغنى عن نصائح الآخرين، معلوماتهم، معرفتهم، خبرتهم، لكن في بعض الحالات ما مطلوب. يمكن هذه المشكلة بيني وبين أحد من أولادي، أسرتي، شريك حياتي، كيف أنت تيجي تتدخل في حياتي؟ هنا ينطبق على الشخص هذا المثل العماني اللي يقول بويشور بعمره يكسد.
معنا. سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهرا. عودة إليكم مستمعينا، وأكيد السوالف تحلى معاكم ونتواصل معاكم إلى الثانية في برنامج سوالف معنا. سمعينا طبعا أنا أذكركم بعدم إرسال رسائل نصية، لأن من جديد عندنا مشكلة في السيستم. طبعا المشكلة ما من عندنا، من الشركة المزودة لهذه الخدمة، فعذرا مستمعينا اليوم ما راح نتلقى رسائلكم النصية، ونعتذر جدا جدا من الأشخاص اللي رسلوا إلينا رسائلهم النصية وما تمكننا من قراءتها. معنا طالب البلوشي، مساء الخير. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أول شيء مبروكين على الرحمة. الله يبارك فيك. هذا جند من جنود الله سبحانه وتعالى، راسلنا مع حلنا أهل عمان بالخير. سبحان الله. أمطار تقولنا أمطار خير وبركة إن شاء الله على عمان وعلى شعبه وعلى أهله كلهم إن شاء الله. آمين يا رب. أيوة مثلكم جميل وحلو صراحة اليوم. هي بويشور بعمره يكسد. أيوة يعني واحد لا يدخل في شؤون الناس. نعم. إلا في حالة شيء ضرورة، مثلا إنسان ما يصلي، إنسان ماشي عوي، شخص ذاك يكلمه عسى ولابد من الله يهدينا ويهديه إن شاء الله. نعم يعني معروف أنه متى لازم تتدخل ومتى لا تتدخل، يعني مثلا أنت ذكرت الحين بعض الحالات أنت تشوف أنه أنا لازم أتدخل، لازم أتكلم مع هذا الشخص، أتكلم للشخص هذا عشان مصلحته مو بأجل مصلحتي. نعم. أنا مثلا. لكن في حالات ممنوع، ممنوع أنك تتدخل في شؤون الآخرين. نعم. تكون في حالات ممنوعة ما تقدر تتكلم مع شخص. نعم عشان ما تحرج نفسك وعشان أيوة. يمكن ما تزيد مشكلاتهم أصلا. أيوة بيقول لك أنت شو دخلك. نعم. بيرد عليك بالطريقة بيقول شو دخلك في أنا، أنا حر ما لك ومالي. صح. لكن في إنسان لما دخل معاه بيقول لك مشكور يا أخي جزاك الله خير، هاي نصيحة جميلة يوم تنصحين فيها. بالفعل نعم. أيوة يا مشكورة يا أختي عايدة بارك الله فيك. تسلم، أحسنت، مع السلامة. يا رب. في تويتر أيضا تغريدة من محمد البلوشي يقول اللهم إنا نستودعك بلدنا وأهلنا وبيوتنا وأنفسنا، فاحفظنا وأحمنا وأكفنا شر الكوارث والسواعق وأغثنا برحمتك يا رب، اللهم آمين. شكرا لك يا محمد، وأيضا شكرا على الصورة اللي بعثتها لنا في صفحتنا، شكرا لك. معنا حمد البطحري، مساء الخير. مرحبا أخت عايدة، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك. عسنك طيبة. الحمد لله بخير. يا مرحبا. تفضل يا حمد. ايش مثلكم اليوم؟ مثلنا يقول بويشور بعمره يكسد. بويشور بعمره؟ يكسد. يعني الشخص اللي ما ياخذ رايك، ما يريد رايك. ما يريد رايك هنا، نعم. نعم. أكيد. الإنسان اسمه يتقبل الآراء الآخرين عندما ينصحك شخص، يعني نصوحة لك وتعرف أن الشخص هذا يريد مصلحتك. نعم. أكيد تأخذ بعين الاعتبار. نعم. زين. نعم. ولكن تنصح شخص وهو ما يريد نصيحتك خلاص ما يتقبل عن السعيد. بالفعل. هات لنا مثل. أيوة. مثل من الجنوب. مثل من الجنوب يقول لك، يقول لك اللي ما طاعك طيعه. يعني الحين انت رايح عند واحد وعصب رايه بس انت تطيع رايه هو عشان تكون ما تخرب الولفه. نعم. لين تكون ربيعه. ايوه اللي مطاعك طيعه لين تكون ربيعه. نعم احسنت يا حمد. يلا حياك. شكرا لك، تسلم، مع السلامه. مع السلامه. معنا عبد الله الكندي، مساء الخير. الله بالنور، كيف حالك عايشه؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. كيف صحتك طيبه؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. يا اهلا وسهلا. اليوم كيف برنامج مالكم اليوم؟ مثلنا يقول بويشور بعمره يكسل. يكسل ايوه، لكن شيء امور لا في هذه امثال، لا هو صحيحه صح. لكن شيء اذا كان شخص يعمر بامور الصلاح ويبغى يتدخل مع ناس مثلا يعرف بالصداق صديق اصدقاء من أهله، من أقاربه، من حاله. نعم. ويلقاهم اثنين أو أخوة، يعني يكون عندهم بينهم خلاف ويتدخل معهم يبغى يصلحهم بأمور الصلاح، هذا في النظرية.
لازم فيها نظرة. ترى المثل هذا هنا يخاطبك في حالات أنك لا تتدخل، مثل يعني من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه، أما في حالات فيها أمثال ثانية بالعكس تدعو إلى أنك تقدم نصيحتك. هذاك نصايح لازم فيها أخذ وأعطي، فيها أخذ وأعطي، شيء أنه هو صح لا يتدخل، شيء لا يعنيه ويجي صحيح كلام لا يرضي. نعم زين، ولكن إذا هو أتدخل في أمور الصلاح ويقصده أنه يعمل صلاح في المجتمع، في الأخ مع الأخوة مع الأصدقاء مع هذا، يعني لو كان يجي له من يقول إحنا حد منا بيقول على أن إحنا ما طلبنا تتدخل معنا بالفعل، لكن نعم حسنت. يمكن طرف ثاني يقول أنا أحب أني تتدخل من الصديق لصديقه، وإذا مثلا من الأهل ومن الأقارب ومن نعم كده. هذا تعرفه أنه متقبل ومتهيأ يريد النصايح. نعم طبعا أنه نعم. هو بيكون يدخل معهم بكيف، لازم يكسب الطرفين بالنصيحة، يكسب الطرفين صح، يبقى يكسب الطرفين ويغلف بينهم ويقرب بينهم ويصلح نعم بينهم، حتى أنه يكون خلاف يصبحوا مرتبطين مع بعض. نعم فهو صحيح أنه بيكون معنى ولو كان ما مطلوب، لكن هو دخله أن في موضوع أن يريد يتدخل في أمور الصلاح، في أمور يعني تقارب، يعني أنه من يتدخل، يتدخل مثلا الصديق، يتدخل الجار، يتدخل عن من الأهلية. نعم. يعني كل شيء من يصلح قبل الأمور، يصلح الأمور الجار، يصلح الأمور الأهل. نعم. يصلح الأمور الصديق. نعم هذا هو. أحسنت أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك، أحسنت. أبو رهف في تويتر يقول أخواني المواطنين رجاء كل رجاء عدم الخروج في الأودية من أجل سلامتكم وسلامة من هم يقوموا بإنقاذنا، الله يحفظ عمان وأهلها من كل شر. أكيد أكيد هذه نصيحة مهمة جدا، يعني ما نوقع أنفسنا في الخطر عشان يجوا ينقذونا، ما هم ترى اللي يجوا ينقذونا أولاد ناس بعد نخاف عليهم. أيضا محمود البلوشي تغريدة تقول ممنوع التدخل بين الأزواج مهما كان، سواء كنت تقرب لأحد الطرفين، لكن إذا أصدقائي بحاول الدخل بطريقة غير مباشرة طبعا عشان ما أخسرهم. شكرا لك. أيضا تغريدة ثانية من محمود البلوشي يقول وما أتدخل في أمور الناس اللي ما أعرفهم عشان أتجنب الإحراج. شكرا لك يا محمود. معنا مسلم الرحبي، مساء الخير. مساء الله بالخير والنور، عايزة كده الحال؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك. بخير الحمد لله. أنت يا طيب وأرسال الطيبات. تسلم من طيبك. الله يخليش. من يدخل شيء هي يعني يجي الماضي، هذا صحيح. نعم. ما كل الدخل واحد، والمثل العماني يقول بيشور بعمره يكسد. يكسد نعم ايوه، ويدق الباب يجي جواب. نعم اكيد اكيد. ايوه حياك يا عايده. الله يحييك يا مسلم. شكرا شكرا لك. مع السلامه. مع السلامه يا مسلم. شكرا. حياكم الله مستمعينا وكل اللي يتابعونا في تويتر، شكرا لكم، شكرا على التفضيل وعلى إعادة التغريدات وأيضا متابعة صفحتنا من بعد تغريدة حلقتنا لليوم. من معنا؟ سعيد السيفي. سعيد العلي. يا هلا وسهلا يا سعيد. كيف حالك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. يقول رائع اليوم مثلكم ما شاء الله. إيه شفت كيف أمثالنا؟ صحيح. نعم أبو يشور بعمره كاسد. أيوة يكسد. نعم. نعم نعم نعم، لأنه ما مطلوب منه. صحيح أكيد. نعم أكيد يلقى شيء ما يرضي. نعم ولا يدق الباب يجي جواب. صح، كلها أمثال عمانية قيمة جدا، تعلمنا التهذيب في التعامل مع الآخرين وأيضا حدود التواصل معهم. وبعدين يقول الربيع ربيع غير ربيع ربيع الدرب، لا تحسب ربيع، ربيع على الخير والشر. لا يا سلام عليك. ايه يقول ربيع الدرب، لا تحسب ربيع. نعم ربيعك على الخير والشر. لا نعم ربيعك على الخير والشر. لا الشر لا. نعم ايه بارك الله فيك. احسنت احسنت يا سعيد. ايوه شكرا لك، مع السلامة.
طيب مستمعينا نرجع، إذا كان في أي تغريدة في تويتر. وأنشط واحد عندنا اليوم محمود البلوشي، على فكرة يعني أنا متذكرة اسمك من أمس لأنك أنت إلى الآن بلقبك يا محمود. هذا هو مثل اليوم مستمعينا، بيشور بعمره يكسد مثل في تنبيه لمعرفة حدودنا في التعامل مع الآخرين، ومن قدم نصيحة ما تكون في موضعها ما حد طلب منك نصيحة شور لا تعطي، لأنه فعلا الواحد بالتالي راح يحرج نفسه، ممكن راح ينهان لأنه جاء وقدم نصيحة للآخرين وهذا الشيء ما كان مطلوب منه إطلاقا. الأمطار جميلة وفرحتها أجمل، لكن ما نخلي فرحة الأمطار تنسينا بعض الأمور اللي المفروض نحذر منها. هناك البعض اللي يقترب من السدود المائية، سد جميل ومنظر جميل، لكن الاقتراب منه هذا اللي ما حد يأيده. البعض تحصله أمام أو خلف السد، أو أنه يتفرق أثناء أو بعد سقوط الأمطار. هنا الخطورة، هذا الأمر فيه خطورة. بنشوف السد نستمتع به لما تهدى الأمطار، لما يبدأ السد ياخذ جريان الطبيعي ويكون مزار مع شروق شمس ناعمة دافئة، ذيك الساعة يكون هناك نوع من الحذر. نأكد مشاهدة السدود المائية جميلة، لكن أثناء جريانها أثناء الأمطار لا نحذر وما نقترب منها. شيء يسمى التزام، شيء يسمى أمان. حياكم الله مستمعينا، احنا كذا في نهاية تواصلنا في حلقة اليوم والتغريدة الأخيرة من محمود البلوشي، يقول نتحدث كثيرا عن العفو والتسامح، وحين يأتي الواقع لا نتنازل عن غرور الذات، اصلحوا قولا وفعلا. رمضان مبارك، مقدما مبارك علينا وعليك يا محمود، شكرا لك، شكرا أيضا على حماسك في التفاعل معنا في البرنامج. مستمعينا أتمنى لكم يوم موفق بإذن الله، يوم جميل وممتع. أذكركم بفريق العمل: عايدة البلوشية، أنس المشيفري، أحمد الحديدي، وسمية الغزالي، وفي الإخراج مستمعينا سيف الجرداني. ومع السلامة. هالي فلك في حياة الإبان، فإن الفداء حياة الأمم، ففي الحرب نحن أسود الوضع، وفي السلم نرعى عقود الذمم. هالي فلك في حياة الإبان، فإن الفداء حياة الأمم، ففي الحرب نحن منذ
الإنسان السخية في جودها، فمنها تعلمنا معنى الكرم. عمان السخية في جودها، فمنها تعلمنا معنى الكرم. عيشي حياة القلوب يا عمان بمجد.